في إقبال مليح على اللحمة. بالنسبة للعام الماضي أخف شوي السنة. الوضع اللي احنا فيه وضع الناس يعني مش بسمحش، وضع الأسعار برضو عالي، خرفان وضعها مش رخيص السنة، أغلى من العام برضو، في فرق بالسعر. الأسعار اليوم عندك الخروف 98 شيكل، العام بكاش بهذا السعر، 75 بكا هيك شيء بالثمانينات يعني، والسنة في فرق كبير يعني. إقبال الناس على الأضاحي وشراء الأضاحي يعني كيف أنت حسب رأيك كيف بتشوف إقبال فيه على الأضاحي؟ في إقبال على الأضاحي يعني، بيجوا بيشتروا أضاحي وبيشتروا لحم بيشوا، أنا بس مش مثل العام يعني، في فرق. كتجار يعني كيف تتعاملوا مع الموضوع يعني، هل بتنزلوا بالأسعار كيف تعملوا بالموضوع؟ إحنا بننزل، إحنا لو بدنا نرفع حسب الأسعار اللي موجودة بالسوق الأسعار بتيجي أغلى من هيك بكثير، بس إحنا ماشيين حسب يعني إنه الزبون يطلع مبسوط. ما بقدر انا ارفع كل ما يرتفع علي، ارفع اقدرش ارفع انا كل مره، برفع اشي بسيط يعني. احنا اجواء العيد عندنا بلشت مش من اليوم، من قبل 1/9 يعني، بكى اجواء عيد عندنا لما رجعوا الطلاب على المدارس، بكى برضو اجواء عيد يعني، بازمه سير والمحلات تشتغل والناس مبسوطه، وهي اخرى عيد الحمد لله والله يهدي البال. كيف تقبل الناس على الأضاحي حسب رأيك؟ كيف بتشوف على مسألة اللحم؟ طلع الناس ممكن مش الكل معاي بيشتري ضحية، أما في إقبال يعني، بيجوا بيشتروا، الكل فرحان والكل مبسوط وبيشتروا الناس يعني، الأوضاع مش هالكد صعبة يعني، يعني الحمد لله الكل اشترى أواعي وراحوا على عروسي نقطوا وللمدارس، وهسا عنا عيد وبكى رمضان والناس بخير الحمد لله يعني، ما 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 بفكر انه الامور صعبه كثير على الناس يعني. انا حكيت مع تبعي ملاحم بيقولوا لي انه الاقبال على اللحم السنه مش زي اللحم. طلع ما هو دائما ليش الاقبال على الملاحم بيجي شوي صعب في عيد الاضحى، في بعيد الفطر يبقى الشغل عندهم اكثر بيشتغلوا احسن. في عيد الأضحى في كثير ناس ضحية عندهم في البيت، بيذبح في البيت يعني، بتجيش يشتري من الملحمة، بيشتروا خروف وبيضحوا في البيت، عشان هيك عندهم الشغل بخف، مش إنه الناس معهاش تشتري، الناس معاها تشتري، أما بيضحوا في البيت بصير خفيف عندهم الملحمة بالعيد الأضحى. طيب وأجواء العيد أيام يوم العيد يعني، شو الناس أول يوم العيد تعمل هنا عندكم؟ عندنا عادة أول يوم العيد يعني بيصلوا صلاة العيد الصبح الناس، وبرجع على بيته الواحد، وعند الولاية بلفوا هاللفة، بندوخ من القهوة كده بنشرب قهوة وطوفة، وبرجع على البيت وبخلص. بالنسبة لنا بخلص العيد، احنا عندنا العيد يعني، أنا يعني كبير العيد لما بنروح عند الولاية وبنروح خلص خلص العيد خلصنا، بكتب بعدين بنتفضل الأولاد ثاني يوم على البحر على الهيتش على اللونا بارك على تل أبيب، منفرجيهم هالدنيا. في أم الفحم أجواء العيد حلوة وبتجنن، وبلش إنه يظهر علينا العيد وصارت حركة ومش حركة، والناس مبسوطة، وعندنا هنا الضغط بلش للإحلاكة ومش إحلاكة بلش أكثر، والحمد لله مليح. طيب انت مجال عملك شو هو؟ انا حلاق بشتغل حلاق. طيب حدثنا عن مهنة الحلاقة هنا عندكم يعني، بالذات قبل العيد وخلال العيد شو الفرق؟ الفرق ببلش انه قبل العيد بصير شوية شغل، وبكثر اشي قبل العيد انه بلشت اجواء العيد عندنا على الحلاقة، بس بلشت هسه بتبلش اكثر الخميس وجمعة سبت احد لحد اثنين، بضل عندنا الشغل دايم وحركة اكثر. يعني الناس تقبل على شراء الأضاحي على شراء اللحوم؟ بتشتري صحيح، الناس بتشتري الضحي ومصلى سيدنا محمد، بس بيشتروش من أغلب الملاحم، بيشتروا إلهم لحالهم وبيضحوا على صلاة الصبح بيشتروا لحالهم يعني، مش زي العيد اللي مرق بالمرة. شو صار بالعيد اللي مرق؟ بالعيد اللي مرق أجواء بتكون حلوة، رمضان بتصوم شهر والناس بتطلع وبتطوش وبتبين عليك قبل العيد بفترة، وبتشتري الملاحم وبتشتغل الأسواق وبتشتغل كل شيء، وطبعا الحلاكة. الحمد لله رب العالمين بلشت أجواء العيد، والعيد بالنسبة لنا إحنا كعرب فلسطين عرب 48 والأمة الإسلامية جميعا، العيد ببلش عندنا قبل بجمعة
ضغط الشغل، أجواء السيارات، العالم بالشوارع، الفرحة، والحمد لله رب العالمين. وقبل جمعة بكى عنا عيد مدارس، وأضوى الحمد لله رب العالمين، والشغل بلش الحمد لله رب العالمين. طب كيف يعني الإقبال على خلينا نقول على اللحوم، على الحركة التجارية، يعني كيف أنت بتشوفها؟ أنا بشوف اللحوم بالذات المحلات التجارية اللي هي بتشتغل يوم العيد، زي الأواعي، زي الملابس، زي الإحلاكة، زي الملاحم، هاي معروفة إجمالاً بكل الوسط العربي آخر 3-4 أيام، يعني الضغط معروف، لأنه بالذات هذا العيد معروف إنه يوم اثنين، وأعلنوا قبل الجمعة إنه العيد يوم اثنين، معروف إنه الضغط بديبك خميس جمعة سبت آخر الجمعة، ولأنه الطلاب بخلصوا خميس والعمال آخر يوم عندهم يوم خميس، تعرف وضع الناس المادي مش كل هالكد ولا تشد يعني إيدك، الناس هتحاسب يوم الخميس، والضغط بلش خميس جمعة سبت أحد معروف يعني آخر 4-5 أيام للكل، للملاحم، للمحلات الأواعي، لصالونات الإحلاك، للكل كله بيشتغل. طيب وكلمة أخيرة، أنا بقولهم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله ينعاد علينا وعليهم بالصحة والسلامة، والله يهد البال. الأجواء مبينة أنه شوي صعبة، الوضع الاقتصادي طبعا الناس شوي صعب، بس نتمنى أنه كل الناس تشتري لحم، ونتمنى الناس كلها تشتري لحم يعني، وكان العيد مليح على الناس إن شاء الله. بس أنا كيف شايف أنه عن جد شوي الأجواء صعبة، الوضع الاقتصادي مؤثر على الناس كثير يعني. طيب يعني أجواء أنه يعني بالنسبة للأضاحي، يعني هل بتشوف هناك في إقبال من الناس لشراء الأضاحي؟ الأضاحي خلينا نقول نسبة 50%، يعني السنة اللي مركت بكى نسبة البيع للأضاحي أحسن، السنة شوي صعب، وقلت لك الوضع الاقتصادي عن جد مؤثر على الناس، يعني صاروا كل 2-3 يشركوا بأضحية، وصاروا العالم يجوا يشتروا من البلحمة، يعني فضوا يشتروا من الملاحم 10 كيلو أو 5 كيلو، والكميات نقصت، يعني اللي بكى يأخذ 20 كيلو صار يأخذ 10 كيلو، العالم وضعه مش مزبوط عن جد يعني. طيب حسب رأيك شو الأسباب اللي أثرت لهيك إشي؟ يعني أكيد العامل الاقتصادي، بس شو السبب؟ في أول إشي كان عندك مدارس أثرت، وكل المناسبات أجت مع بعضها، في عندك الناس بتشتري ملابس للأولاد مثلا برضو أثر، الشغل برا خف على الناس، فهمت شو العالم بعرف شو اللي صار معهم، أما الوضع صار صعب يعني، إشي مؤثر يعني، مبين على الناس تشتغل بصعوبة تعيش هون يعني. طيب وسؤال يعني المؤسسات الإسرائيلية هل بتساهم مثلا في تحسين الوضع الاقتصادي أو يعني مساعدتكم؟ طلع المؤسسات الإسرائيلية شو بدها تساعد يعني الناس؟ شو بدها تساعد الناس؟ اليوم في ضرائب باهظة، كل إشي فيه ضريبة على يعني مندفع، إحنا بجوز غير إيجار المحلات وغير الضريبة بجوز 3-4 أنواع ضرائب مندفعها، يعني إيجار محلات، في عندك مصاريف، عندك بنوك، عندك يعني بتشوف المواطن بيشتغل 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 بيربح مصاري، بس بنفس الوقت عنده مصاريف زائدة اللي بقدرش يوقف يعني في المصاريف، يعني بيشتغل الإنسان بحس حاله إنه هو بيربح مصاري، بس بنفس الوقت عنده هتساوت أو مصاريف أكثر من الدخل تبعه، عشان هيك بتلاقي في البنك في مينوس في مكس، يعني بتلاقي بيشتغل هو ومرته مثلاً بأخذ معاش مليح، بس تطلع عليه في البنك مديون. الناس بدهاش تعيش على المستوى تبعها، كان الناس بتعيش على أعلى من مستواها، عشان هيك بتلاقي إن وضع الناس مش مزبوط. هسا هذا الاشي أثر على العالم كلياته، يعني اليوم اللي بده يبني دار على مستوى يبني دار بروح بيطلع بيبني دار أكبر من الحجم تبعه، أو بيشتري سيارة عن طريق البنك، أو بيشتري كل إشي. هسا بتلاقي إنه بيشتغل بس هو محله ما فيش يطلع من المينوس. هسا هذا الإشي بأثر على المحلات، بأثر على كل مجالات الحياة. هسا إحنا كأم الفحم برضو في مشكلة عنا، إنه بشوف إنه اليهود مثلا فوتوش عنا يشتروا، فهسا لما بيجيش يشتري مثلا بسألهم ليش تجوش عم الفحم، بقول لك انتو بتكرهونا، انتو حركة اسلامية، انتو بتحبوش اليهود. هسا هذا الاشي اثر لما فيش اجر من برا تيجي علي انا عم الفحم،
وانا بدفع ضريبه زي ما ابن تل ابيب بدفع، فهمت شو؟ بس فيش عندي فيش اجر برانيه عم الفحم فيش، وهذا الاشي اثر علينا، اثر على حياتنا. طيب سؤال، يعني الاسعار الضخمه اليوم والخفان، كيف الاسعار؟ طلع الاسعار هسه الاسعار مقبوله، اسعار نزلت عشان الوضع الاقتصادي والركود اللي صار، وفتحوا السوق الاستيراد. يعني خلينا نقول اليوم تاجر من الضفة بيقدر يروح يطلع برا يجيب بالسفينة تبعته، يجيب اللي بده إياه لرام الله مثلا. الإشي أثر إيجابي، لازم سعر اللحم ينزل، فاهم؟ هسا المحلات بعده ما نزلوا الأسعار، يعني خلينا نقول في بضاعة كثير، في عرض، يعني بضاعة موجود بس فيش طلب، فيش طلب. اما انه بضاعة موجود واسعار رخصت ولازم المواطن عن جد ياكل لحم وسعر مليح، بس حتى سعر رخيص وفيش مواطن بده لحم، انت معي؟ يعني خلينا نقول الاشي رخيص ومعيش مصاري اشتريه، كيف انا بدي احصله؟